بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا النهاردة مع حدادة السملات، ونتكلم في أول حاجة في موضوع حدادة السملات في موضوع التركيب. تركيب السملات أول حاجة بنيجي نعملها، طبعا النجار بعد ما بيخلص الشغل بتاعه، بعد ما بيخلص النجارة بتاعته بيبدأ الحداد عشان ننزل يشتغل، بيبدأ يعمل القواعد بتاعته، القواعد المسلحة، يبدأ يصلح القواعد. بعد ما بيخلص القواعد بتاعته بيبدأ الحداد يبدأ يعمل السملات. السملات بتتعمل على 3 مراحل. المرحلة الأولى إن هو بيعمل الحديد العلوي، بعد كده بيبدأ يعلق الكنات، وبعد ما بيعلق الكنات بيبدأ يعمل الحديد السفلي، يسقط حديد السفلي. الحديد العلوي عشان يبدأ يعمله بيبدأ يركز في مجموعة حاجات مع بعضها عشان يبدأ يعمله. رقم واحد، الحديد العلوي هيبقى ماشي بدايته فين وهينتهي فين، يعني طوله هيبدأ من أول فين لغاية فين عشان يقدر يقطع الحديد بتاعه، ولا يشوف هل طول السميل أطول من الحديد اللي عنده اللي هو طول السيخ الطبيعي اللي هو 12 متر. لو السميل أطول منه هيضطر إن هو يعمل مجموعة وصلات، فهل هيكون عنده وصلات ولا مش هيكون عنده وصلات، هل هيبدأ السميل بتاعه من أول فين وهينتهي فين. وطبعا احنا اتكلمنا في موضوع حلقة التعريف بموضوع السميلات ان السميل لازم يبدأ من عند عمود وينتهي عند العمود، ولازم يكون معدي العمود، ما ينفعش ان هو يقف قبل العمود ولا ان هو ينفع يقف في نص العمود، لازم يعدي العمود بالكامل. وقلنا ما ينفعش ان يجي سميل يجي كده ويعدي ويقف في الهواء في القعدة، فلازم يتربط بعمود. فطب لو مش هيقابل عمود فلازم يربط في سميل تاني ويبقى اسمه سميل ثانوي. فلذلك الحداد هيبدأ يبص هنا، الحداد شايفين السميل ده جه وقفه عند السميل ده، ما وقفوش هنا مثلا، لا لازم يوصل لغاية العمود اللي في النص ويركبه فيه. ده مثلا بالنسبة لموضوع التركيب. نبدأ واحدة واحدة نتكلم عن موضوع التركيب بخطواته كلها. هنشوف هنا ان عنده حديد، هنا حديد سميلين تقاطعوا مع بعض. طب هيبدأ يشوف طالما في سميلين تقاطعوا مين فيهم اللي هيكون فوق التاني، فلاقى ان الاتنين هنا جوه عمود واحد، فطالما الاتنين جوه عمود يبقى مش شرط مين فيهم يبقى شايل التاني، مش فارق. هنلاقي هنا ان هو بدأ يعلق الكنات، في كنات متعلقة لكن حديد السفلي لسه ما اتحطش، وادي الشكل بتاعنا. طبعا الجزء ده ما بيحطش فيه الكنات، ما بيعلقهاش علشان المكان بتاع العمود يفضيه، وهكذا. هنا في عمود هيجي يتحط في الاتجاه ده فبيبدأ يسيب الجزء ده ما يحطش فيه الكنات. هنيجي نلاقي مثلا ده عندي سميل، السميل ده سميل ثانوي لانه مش مربوط بين عمودين. فعندي ده سميل رئيسي، السميل الرئيسي هو السميل اللي خارج من عمود ورايح لعمود، فالسميل الثانوي ده لازم هيكون متشال فوق السميل الرئيسي، يبقى السميل الثانوي بيتشال فوق السميل الرئيسي. والسميل الثانوي تعريفه هو السميل المربوط بين سميلين او مربوط بين سميل وعمود، لكن السميل الرئيسي هو السميل المربوط بين عمودين. برضو الحداد هنا بيجي يبدأ يفتح فتحة في الحديد العلوي عشان يقدر يسقط الحديد السفلي بتاعه، وادي الكنات وشكلها لما بيتعلق. طبعا نيجي نلاحظ هنا ان القفل موجود، قفل وقفل، يعني هنا نلاقي قفل الشمال هنلاقي هنا اليمين الشمال. لو قررهم كده مع بعض يبقى معناه ان هو بدأ من جنب وانتهى عند جنب تاني فحصل خطأ، لكن الكلام ده ما بيحصلش دايما يعني. فهنيجي نلاقي ان ادي الإفال بتتكرر، بتبقى ورا بعضها زي ما احنا شايفين هنا. السميل ده لما نيجي نشوفه كده، طبعا هو لسه بيركب عادي خالص، فلازم يعمل حسابه ان لما يجي يركبه السميل هنا مش رايح لعمود، مفيش عمود في الحتة دي. طيب فالسميل هيجي يقف فين؟ ممكن يقف هنا؟ لا ما ينفعش، لازم يقف عند تقاطع سميل تاني، يعني لازم السميل اللي هيجي من هناك ده يتقاطع مع السميل ده، ما ينفعش ده يشد لوحده كده، يشد لوحده ما ينفعش، لازم يشد في سميل تاني. طيب السميل اللي هيجي من هناك دوت مين فيهم اللي هيبقى شايل التاني؟ مين هيبقى فوق التاني؟ فلازم السميل الثانوي ده يكون فوق السميل الرئيسي، لان السميل الرئيسي بيكون اقوى فهو اللي بيشيل السميل الثانوي. طبعا شايفين هنا ادي ده السميل الرئيسي هيكون بين عمودين، هيكون في هنا عمود وهنا عمود، فده السميل الثانوي هيشيل السميل الرئيسي، هيشيل السميلين الثانويين اللي هو موجودين هنا.
طبعا بيبدأ يعلق الكنات بتاعته في الجزء ده. شايفين ادي محضر الكنات ويبدأ يعلق الكنات في الجزء بتاعنا. شايفين هنا في سمل ثانوي جاي من هنا هيتعلق على السمل الرئيسي. طبعا هو جاي هنا محكوم عند الجزء بتاع النجارة فهيتعلق هنا. طبعا هنا مش فارق مين فيهم اللي فوق التاني علشان الاتنين وسط عمود واحد. ادي شكل تقاطع السملات وازاي بيبدأ يجهزها وازاي. طبعا شايفين هنا مفيش سائط لسه محطش السائط. هنيجي نلاقي هنا في حاجة اسمها الوصلة. السمل ده هنا فيه وصلة والسمل دوت فيه وصلة. هنبدأ نعرف يعني ايه موضوع الوصلة ده ونتعرف عليه مع بعض في درس بيتكلم عن الوصلات. ادي الوصلة بتاعت السمل المفروض انها تبقى في نص البحر. البحر هو المسافة بين عمودين والوصلات العلوية بتكون في منتصف البحر العلوي. وهنيجي نلاحظ ان الحداد هنا احمد بيعمل بيركب الكنات بيعلقها في الحديد دوت. بيحط طفشة علشان يعلق عليها السمل. ادي تعليق السملات. هنلاقي هنا ان هو بيحط السمل السائط بتاعه بيسقط السملات. طبعا عشان يقدر يسقطها لازم يحط لها كان شاتش كان التوزيع. طبعا هنتكلم عنها في موضوع التقسيط في الصورة اللي فاتت. هنا ملاحظين هو سايب فراغ عشان يقدر ينزل فيه الحديد السفلي اللي نازل تحت هنا. ادي توزيع السملات. هنا قلنا بيسيب فراغ عشان يحط العمود بتاعه. وهنا نلاقي عم جابر بيقسط الحديد ولسه هنتكلم ان شاء الله عن موضوع التقسيط. وادي الرباط بتاعه التركيب. وهنشوف دوت لازم يجي يقف. قلنا طالما هيعدي السمن اللي هيقف في القاعدة لازم ينزل بالتكسيح بتاعه دوت. لازم ينزل بزاوية ويتكسح. كل ده احنا لسه بنتكلم عن التركيب ده. هو بس حاطط حديد علوي مش اكتر من كده. ادي الحديد العلوي ولسه ما تربطش. طبعا حاطط الطفشاية ديت او اللوح ده عشان يربط عليهم الاشكال ديت. هنيجي نلاقي قاعدة هنا فيها اسملات وما فيهاش هنا حديد في القاعدة. ده معناه ان القاعدة دي كان فيها حاجة غلط والقاعدة دي اتفكت وبدأ ان هو يشغل الشغل بتاعه بتاع القاعدة. لكن طبعا ما كانش ينفع يشتغل في القاعدة ويعيد الشغل بتاعها ويفك السملات. فلو فك السملات معنى كده ان هو يفك شغل كتير جدا ففك القاعدة بس وعدل. طبعا شغل الفك والربط ده شغل صعب جدا. واحنا كده اتكلمنا عن موضوع تركيب السملات كمحاضرة تعريفية برضو في بداية الجزء بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.